اتصور ان النظام اللي كان اللي موجود دلوقتي في الدول اللي هي تقدمت في كرة القدم، يعني مش هنقعد نقول الكبرى ومش عارف المتقدمة، الدول اللي عندها كرة قدم حقيقية، هو ده الشكل اللي موجود، رابطة محترفين، مجموعة من الحكام خارج الاتحاد بتدير التحكيم، الرابطة بتدير، الاتحاد متفرغ للمسابقات الأخرى، الهواة، نشر اللعبة، البنية الأساسية، المنتخبات. يعني أنا أتصور لو تفرغ اتحاد الكرة للمنتخبات، منتخباتنا هتكون شكلها عامل ازاي؟ طبعا. يعني دايما احنا حاطين العربيه قدام الحصان، وده مش مفهوم بالظبط زي اداره الرياضه. هو المفروض ان اللجنه الاولمبيه تدير قطاع البطوله، والوزارات نشر اللعبه نفس الشيء. لا تبص تلاقي دايما في اختلاط وتداخل. عند حضرتك حق، بس اللي يتحقق بقى كده، انا مني نداء او رجاء للانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك، ويمكن يعني الاهلي بصفه خاصه لانه عملها قبل كده، يعني الكابتن حسن حمدي برضو ارجع اذكره بالخير. كنا بنعمل اجتماعات في النادي الاهلي، انا حضرت اجتماعات النادي الاهلي وانا في لجنه الانديه وفي ماسك ام بي. ايه القواعد اللي خلينا نعمل رابطه؟ ما كانش القانون الجديد موجود اللي بيجيز انك تعمل رابطه، لكن كان بنشوف ايه الاجراءات القانونيه، هو اللي بيقود المسيره دي، ايه الاجراءات اللي ممكن نعملها عشان تبقى في رابطه. بس المهم يبقى في رغبه من الجميع، ما هو مهما الجميع تدير حضرتك. الكابتن حسن حمدي سوري، يعني الجميع ما عندهمش الخبرات يا فندم. كابتن حسن حمدي اسقط في الانتخابات اللي بعديها في الرابطه، اللي قبليها، لا اللي بعديها، اللي بعديها. لما لقوا ان في شغل جد هيتم، وانت عارف اللي حصل. ما هو باشمهندس لو احنا سمحنا بقى للمواضيع يمشي كده، يبقى نستسلم كلنا بقى. عشان كده بقول هي اذا كانش ال 18 يعني نادي يتفقوا ان دي مصلحتهم، مفيش فايده. ما هو برضه اللي هيقودها الانديه الكبيره. وماله؟ اذا حضرتك شايف دور الانديه الكبيره لازم أن تتحرك، لازم اتحاد الكوره كلجنه خماسيه يكون عنده الاراده والرغبه يتخلص من العبء ده. اراده ورغبه ومصلحه. يتخلص من هذا العبء اللي مدخله في دوامه مش هتخليه يفكر في لائحه. انا ازاي هفكر وانا عمال اتشتم طول النهار في الاذاعه والتلفزيون والجرايد، وانا مطلوب مني ان انا اعمل لائحه اغير بيها لائحه النظام الاساسي في اتحاد الكوره ده مش كده، واللائحه الاولمبيه ومش عارف كده. هفضل ازاي؟ الناس المره اللي فاتت شفت الكابتن محمد فضل بيدافع عن نفسه في التلفزيون زي ما يكون متهم. يعني ما هو انت اخرج، اكبر، مش اخرج، اكبر بمستوى بالظبط، وخلي اللجان تحتيك تشتغل في الحاجات اللي انت عايز تعملها. لا وكمان ما حدش هيعمل التكليفات اللي موجوده في الاتحاد الدولي، اذا اتعملت تغيير اللوائح وتغيير شكل الجمعيه العموميه، ودي ليها كذا طريقه لتغيير التنقيه، بس لازم يبقى لك علاقه بالجمعيه العموميه صحيحه وحلوه. ما انت مش هتقول الناس كرهاك ومش قبلاك وانت عايز تغيرهم وتشيلهم كمان. مش هيحصل، هيحصل على دوشة. فكره لا، على فكره قبل ما تيجي اللجنه الخمسيه كان في تحرك جاد جدا من اعضاء الجمعيه العموميه، كانوا هم خلاص يعني خدوا وعد وراحوا للوزير وثروت سويلم، الاستاذ ثروت سويلم، يعني كان خدوا قرار ان هيعملوا اجتماع عشان يدوا توصيات من الجمعيه العموميه عشان تعديل اللوائح، وكان في مشروع. هو اصله صعب، يعني صعب، يعني اقصد في مشكله وحيده ان الجمعيه العموميه اللي احنا بنتكلم عليها ال 243 نادي، ولا ما اعرف 200 وكام دول، 230 كانوا 43 او 40 بقوا 200 شويه لاسباب فيها مصلحه في الانتخابات. صحيح. صعب انك تعرض على نفس الجمعيه 243 يقول انا هشيل منكم 200. طبعا انا بيتهيألي يعني صعب، لكن سهل او مش سهل يعني تعتمد معايير، في معايير. يعني ايه؟ يعني انا لو انا جيت قلت انت راجل زي ما بيقولوا ما فيها مراكز الشباب، انت مساهم بايه في الكوره؟ انت مساهم بنادي بيلعب في ضرب، يبقى ليك بونت. وانت ليك بونت. والمعايير الاخرى بقى كام نادي بيلعب في كل حاجه؟ مثلا نقول مثلا معايير تخلي مثلا الاهلي الزمالك ليه 500 بونت. صحيح. وهو ليه بونت. ممكن اخلي ال 243 بس المعايير تخليني
لما يجي يعمل انتخابات الانديه اللي عندها كوره، ما بقولش الكبيره، اللي عندها كوره يعني ممكن انبي، انا راجل كنت ماسك نادي انبي وبقول لك انه عنده الامكانيات اللي يدعم الكوره سواء قطاع ناشئين سواء 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 ياخد حقه في نقط. انا مصلحتي قدر اسهامك، مصلحتي ان الكوره تبقى احسن حاجه في الدنيا لان انا بساهم فيها بقدر كبير، فبالتالي لو انا عملت المعايير دي ممكن جدا يفضل 243 نادي ولا 240 نادي، ولكن في واحد بياخد ليه صوت او يعني بوينت في الصوت، وده ليه 500 وده ليه 300 وده 200 والى اخره. عارف انا حاسس بايه؟ حاسس ان احنا هنفضل ندور في هذه الحلقه المفرغه طبعا لان ما لناش قرار. لا لان ما لناش قرار اصلا، لان واضح ان القوى التي المناوئه هي عندها الباور وعندها القوه وعندها ولها تواجد حتى في الاتحاد الدولي.